تنظيف الحواجب هل من الإسلام يا ست دعاء؟ وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بالتزين ويأمر الرجال بالتزين بالمناسبة؟ لا هما يعني بيقولوا يأمر الرجال، لا 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 اسمعيني بقى، الله يهديكي بقى النهارده عشان ما امشيش واسيب لك الحلقة. اسمعيني، زي ما أمر الرجال أمر النساء، وزي ما أمر النساء أمر الرجال. وخدوا بالكم احنا ما عندناش عنصرية في الإسلام، عندنا في الإسلام النساء شقائق الرجال. يعني ايه النساء شقائق الرجال؟ اللي يمشي على الست يمشي على الراجل. وخدوا بالكم، المرأة اللي يعلو صوتها فوق صوت زوجها الملائكة تلعنه، والرجل الذي يصدم زوجته الملائكة تلعنه. المرأة التي تطلب زوجها وترفضه، كما نقول للمرأة إذا طلبك زوجك ورفضته الملائكة تلعنك، أيضا الملائكة تلعنه إن رفضها. ليه؟ لأن الإسلام عندنا ما عندوش عنصرية، ما عندناش طبقة أولى وتانية. لا، إحنا عندنا الإسلام بيقول آية، وإحنا ما عندناش اجتهاد مع النص. بيقول إيه؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن. بس شوف الكلام، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. خلاص، يبقى دي المعادلة عشان بس نرتاح. فلا يعقل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيدة عائشة أو على إحدى أمهات المؤمنين على ما أذكر، وجد عندها امرأة شعيفة، مش نظيفة، مش حلوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمشط، فإن الشيطان لا يتمشط. وفي رواية: أما لها من زوج؟ هي دي ملهاش جوز؟ ففهمت على طول السيدة عائشة وخدتها وزبطتها، لأن الإسلام جميل يحب الجمال. والمرأة إن لم تتزين لزوجها والزوج إن لم يتزين لزوجته، كلاهما نفر. فانتشرت الفواحش وانتشرت الخيانات. بيقول لك ده لزوجك بس، إنما لو خرجتي أو روحتي أو جيتي أو كده ممنوع تتزيني، وممنوع تعملي حواجبك، وممنوع تلبسي. يعني السؤال بس عشان أبقى عارف برضك، عشان برضك يعني أنا قدراتي محدودة برضك. يعني حضرتك هتتزيني في البيت تعملي حواجبك، ولما تطلعي تلزقي الحواجب؟ بيقول لك كده. طيب ماشي، حاضر. والله بيقولوا كده. لا، ما تظلمش. انا بص، شوفي، انا عبر ما سمعت وعبر ما قرات، انا حتى يعني اقول لك على حاجه عجيبه قوي. مره انا زوجتي منتقبه بالمناسبه، فواحده قالت لها النقاب ده غير شرعي. فقلت لها: ما انا عارف، هو عرفي مش شرعي. احنا عاملينه عرفي، امال ايه النقاب الشرعي؟ قالت لي: تنزل البيشه. قلت لها: طب مش هتشوف خالص. قالت لي: خلاص، يبقى عين وعين. وجابت لي دليل قول ابن عباس على راسي، لكن مش هعمل بيه. ليك حاجة عندي؟ ليك حاجة عندي؟ لا. قول سيدنا ابن عباس على راسي ان هو عين وعين، خلاص. ولازم تلبس السواد. وكان عايز ايه سيدنا ابن عباس؟ هو بيقول لك ان المرأة تظهر عينا وتظهر عينا كده، مش هشوف هي لو انا سايقه هينفع. فقالت لي: السواد. قالت لي كمان ايه؟ تتوشح بالسواد. قلت لها: لا، انا ما بحبش السواد. مراتي عندها 35 سنه، اوشحها بالسواد ليه؟ ما تلبس النقاب احمر مع البلوزه وعلى العبايه، وتلبسه فوشيه وتلبسه، يعني ايه المشكله؟ ايه يعني ايه ليه تظهره؟ كانت تيتا تقول: لبسوا عليكي من بدري يا بعيد.